وليد خد قرار ان انا هوقفه. وليد اولا مساء الخير، بحييك. مساء النور استاذ احمد، والله بحييك، شاكر جدا لحضرتك. شجعتك امبارح، عملت ايه المشهد؟ احكي لي المشهد اللي احنا بنعرضه دلوقتي، تم ازاي؟ شفته ازاي؟ خدت القرار ازاي؟ والله هو يعني القرار انا الاول ما كنتش عايز اتصدره في الاول خالص، على اساس ان انا ما كنتش فاهم الوضع ماشي ازاي. لان انا مش ما كل شفته ان في واحد عربيته مغبوطه جامد جدا من ورا، افتكرته مقلوب بيها. ده كان ظني فيه كده، والمشهد العبث اللي بيعمله ده نوع من يعني بيبين غضبه، او هو مستام اللي حصل له. فقلت يعني هو يعني الله يكون في عونه يعني. بس ما كنتش فاهم الوضع من اوله، ان انا ما فهمتوش غير امبارح لما الفيديوهات اتعرضت كلها. فانا عديت منه وخدت طريق لحد ما وصلنا عند الدائري، فالناس كلها وقفت وكلنا وقفنا، فانا وقفت مع الناس. اللي حصل بقى اني وقفت عشان توقفوه، مش كده؟ وقفنا عشان نوقفه. جت الشرطه، وكانت الشرطه ساعتها كان معانا امين، الناس قالوا له في الراجل ده معاه سلاح، الناس بتقول كده يعني. فالامين راح مطلع الطبنجه بتاعته، كان عايز يصدر له، بس هو جاي بقى بسرعه جدا. الناس برضو خافت، فركبت عربيه، في ناس ركبت وفتحت له الطريق. انا كنت واقف على الجنب، فهو كان هيخبطني. يعني حتى انا جريت الناحيه الثانيه. انا وواحد. وبعدين اول ما عمل كده رحت راكب عربيتي وطالع وراه. من هنا بقى حسيت ان الموضوع بقى صعب قوي، والراجل ده يعني عايز يعمل كارثه. هيعمل يعني كارثه، صح؟ هو فعلا كان ناوي يعمل كارثه. يعني بالمنظر اللي انا شفته ده. يعني هو لو كانت الناس فضلت واقفه مكانها. كان عمل مصيبه، هيموت الناس. ده مفيش كلام. ده انا قلت لا، ده خلاص، ده كده الوضع بتاعه بقى صعب جدا. فمشيت وجريت وراه، لحقته. طبعا هو كان سبقني، طبعا هو كان ماشي بسرعه جدا. وانا كنت لسه راكن. فاخدت عربيتي وتوكلت على الله ومشيت. لحد بقى ما اول ما وصلت له وانا ماشي، وليد انا شايفك اهو، هو عمال كمان بيحجز عليك، وانت رحت داخل في الباب اهو. الباب الشمال. بالظبط. انا بقى اللي حصل معايا ان انا قلت خليني ايه يعني انا مش عايز اعمل له اصابه ولا عايز اذيه، بس في نفس الوقت انا عايز اوقفه عشان المصيبه ما تكبرش. فلقيت ان اضعف مكان ممكن اخبطه فيه هو الباب. الباب. هو فاتح الباب ليه؟ عشان يعني يعمل مساحه كبيره يقفل بيها الطريق. ما حدش يجي جنبه. وطبعا اللي يتجرأ يفتح بابه ويسنده برجله ده واحد بايع القضيه يعني. فبس انا خدت القرار الحمد لله يعني. كان ماشي على سرعه كام؟ والله لما قطع، لما عدى كان معدي ال 150 او 100 و... يا خبر ابيض. الحته دي بقول لحضرتك، احنا انا جريت يعني، انا مشيت من وش عربيته على طول يعني. الحقيقة لو شفت الفيديو لا كان ماشي بسرعه جنونيه، اللي هو يعني لازم يرق. الناس كانت مرعوبه منه. الناس مرعوبه. لكن لما خدت القرار ده قلت ايا كان هيحصل، انه كان ممكن بعد الشر يجرى لك حاجه بصراحه يعني. انا شجاعتك انك دخلت ازاي كده؟ والله انا ما اعرفش، انا قلت انا سميت الله وتوكلت على الله، قلت يعني انا ويعني انا عايز اكف اذى عن الناس. وشايف ان الوضع عبثي جدا، ومش يعني في حاجه مش مظبوطه. وبعدين الوضع لو دخل على منطقه 4:30 الوضع هيبقى صعب جدا، ممكن يموت حد. فالمنطقه اللي بعد كده زحمه. فقلت لا يعني، فالحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى منع. هو هنا كان عدى الدائري ناحيه الهيئه العربيه للتصنيع ولا كان لسه؟ لا ده كان تقريبا بعديها، كان خلاص عداها. عداها. هو حضرتك الدخله اللي خدها بسرعه دي كان خلاص من تحت، كنا احنا قبل الدائري بحوالي 200 متر. فانا بقى حضرتك تخيل بقى السرعه دي لما انا ابدا اتحرك واروح له. كان عدى طبعا المطار وعدى العربيه للتصنيع، وتقريبا كمان كان خلاص يعني داخل على كوبري الجيش. داخل على كوبري الجيش، كان قبل كوبري الجيش على طول بالظبط. فانا حسبتها، قلت هو بيخوف الناس بايه؟ هو براعب الناس خايفه على عربياتها. فكل الناس خايف، هو يستغل الحته دي. فقلت خلاص يعني زي ما تيجي بقى وربنا يحفظك. ضحيت، انا مضحي بالعربيه، المهم اوقفه. والله هي جت كده عند ربنا، بس يعني فعلا انا توكلت على الله. مش حسبت حجم الخسائر، ان لو حسبتها مش هعمل حاجه. لو قعدت افكر انا هخسر ايه، مش هعمل حاجه. ما خفتش يكون معاه سلاح؟ والله انا اتقال لي كده، ما احنا لما نزلنا قال لك معاه سلاح. قال معاه سلاح، وانا ورغم كده عملت العمله الجامده دي.
والله الحمد لله التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، يعني هي في الاول في الاخر يعني من عند ربنا سبحانه وتعالى. عملت ايه لما نزلت؟ انا نزلت قولي لقيت انا نزلت لقيت الناس الصراحه يعني في اتنين، يعني مجرد انا عقبال ما يعني ركنت يعني اخدت عربيتي على جنب كده وقبل ما نزلت كان في اتنين لحقوه، كان اتنين مسكوه بقى، فانا جيت انزل لقيت الصراحه الاتنين قاموا بالواجب. فانا يعني لما هو طبعا في لحظه كل الناس سابت عربياتها وهجمت عليه. انا بصراحه يعني لما لقيت الوضع كده انا يعني هو شكله بصراحه حق ربنا، هو شكله شكل حد محترم. يعني لابس كويس، شكله ابن ناس، ولكن ممكن يكون هو تحت تاثير مخدر. ففي حاجه مش طبيعيه، فانا الصراحه استحيت امد ايدي عليه وخدت بعض ومشيت. مشيت بس شفته. شفته طبعا، عينك شفته في عينه، يعني شفته عينك في عينه، شفته طبعا. وانا قربت منه والصراحه يعني خدت بعض، كنت يعني حاولت مع الناس ان انا اساعد بس لقيت ان الموضوع صعب، فخدت بعضي وقلت لا خلاص بقى انا مش محتاج حاجه تاني كده، الحمد لله الموضوع خلص. الناس مشحونه، الناس مشحونه جدا ده. يعني لا بصراحه كان الوضع صعب، اللي خد الضرب جامد جدا، يعني انا خدت بعضي وخدت بعضه وخدت عربيته ومشيت، يعني مش في حساباتي بقى ايه اللي تم وايه اللي حصل، والموضوع بالنسبه لي انتهى عند الموقف ده خلاص. يعني ما توقعتش ردود الفعل الدنيا كلها بتتكلم على الموضوع ده، ولا حضرتك اصلا جه في بالي الموضوع، ولا يعني ما كانتش حاسب لها حسبه، يعني هي جت كده من عند ربنا. يعني لا هي الناس بصراحه بتتكلم على شجاعتك، لانك ساهمت بشكل رئيسي انك توقف، يعني كارثه كانت ممكن تحصل بصراحه. والله هي في الاول وفي الاخر هي يعني هي توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان انا دي كانت نيتي، انا كانت نيتي ان انا اكف اذى عن الناس. بس واحنا ومن احياها فانما احيا الناس جميعا، فانا كان نيتي ان انا ما يحصلش لموت لناس، عايز ناس تموت. هل كنت رايح شغلك طبيعي ولا كان الصدفه؟ يعني ده موعدك العاديه ولا دي صدفه في التوقيت ده؟ هل ساكن في المنطقه ديت؟ انا ساكن في مدينتي، وكنت انا شغلي الناحيه الثانيه ناحيه الشروق والعبور. بس انا اليوم ده كان عندي ميتنج في المعادي، فكنت واخد طريق السويس. فهي جت كده قدرا يعني صدفه ان انا طالع على الحته. ربنا بعتك في اليوم ده. والله يا مش رب، هي يعني في الاخر هي من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني والحمد لله الموضوع خلص من غير كوارث، يعني الحمد لله. الحمد لله. هل عربية حصل لها حاجة؟ جالك أي شيء أي كذا؟ والله أنا بصراحة أنا نزلت حمدت ربنا بعد ما شفت إن أنا يعني كنت متوقع، يعني أي حد هيفكر في الموضوع هيبقى الوضع خسائر كبيرة. أنا لقيت الحمد لله الوضع مش صعب، يعني بسيط، مش جامد، وحمدت ربنا وقلت يعني برضو قلت الله يجيني في مصيبتي الله ما اخلف عليا خيرا منها، والحمد لله. فين عربيتك دلوقتي يا وليد؟ راكبها دلوقتي. لا مش عايزه تتصلح؟ والله جالي عروض تصليح بس انا بصراحه يعني رفضت، ان انا مش عاملها كده، انا عاملها لله ومش عايز حاجه من حد الحمد لله. يعني الناس عشان شجاعتك الناس عايزه تقول لك متشكرين، يعني هي دي الناس عايزه تقول لك متشكرين زي ما احنا بنقول لك متشكرين النهارده. طيب كفايه دعواتهم ليا دي عندي بالدنيا كلها، انا يعني انا اللي فزت بيه النهارده ان ربنا سبحانه وتعالى من عليا بكم الناس دي اللي بتدعي لي، فدي كفايه قوي 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 عندي، واحمد ربنا عليها ان ربنا سبحانه وتعالى فجاه كده يسخر لك ناس تقعد تدعي لك، فدي في حد ذاتها يعني حاجه بالنسبه لي كبيره جدا وسعيد بيها بصراحه. ده كلمه بطل عجباني ولا سعداني اكتر من دعوات الناس دي بجد بصراحه والله. لا هي الناس هي الناس تحب، لانه لما بتلاقي يعني شاب زي حضرتك، رجل زي حضرتك عنده جدعنه المصريين وشهامتهم، هو ده اللي خلى الناس من امبارح مقلوب عليك فرحا. يعني والله الحمد لله، يعني ده فضل من ربنا ومن عليا الحمد لله، وبرضه يعني عايزين نقول لسه مصر فيها ناس كويسه، وانا متاكد ان في ناس بتعمل اكتر من اللي انا عملته ده بكتير، بس هو رزقي ونصيبي ان انا اتصورت بس، لكن انا لو ما كنتش اتصورت كده الموضوع هيعدي عادي، وانا متاكد ان في ناس بتعمل حاجات كويسه جدا بس ممكن ما يعني ما صرفتش ان هم تشافوا. يعني وليد عيسى اولا كل التحيه ليك وكل التحيه، وشكرا وجودك معانا، شكرا على اللي عملته امبارح، انك يعني قمت بهذا العمل اللي منع حادثه او كارثه او ناس ممكن يجرى لها حاجه امبارح. بشكرك مره تانية، شكرا جزيلا.